اهلا بيكم من الجزء الثاني من القطعة الفنية اللي احنا بنخلص فيها دي دلوقتي. بعد ما المعجون نشف معانا تماما بنبتدي نصنفره بالصنفرة، عشان يعني احنا بننعم الحاجات اللي هي بارزة بسيط، مش القطعة كلها كاملة، لا الحاجات اللي بتخربش او حاسين انها مش منتظمة، فبنبتدي ننعمها. خلاص نفضناها كويس قوي بالفرشة ومنخليش اي حاجة موجودة. محتاجين الالوان دي عشان نعمل لون شيك قوي، لون فخم قوي، اللون اللي هو الزيتوني. احنا عندنا هنا اللون الابيض ده اسمه بوند 2000، الدهان ده نوعه كويس قوي، بنزوده مية بالشكل ده، يعني جزء منه دهان وجزء مية، بحيث ان احنا نخليه شبه سايل بسيط قوي، يعني زي العجينة بتاعت الكيكة كده. ليه؟ عشان يجري معانا ويبقى سهل في الدهان. الجزء الاكبر اللي احنا محتاجينه اللون الاوكر اللي احنا شايفينه ده، ده اكتر حاجة محتاجينها وده الاساس بتاع اللون. بنزود، احنا كده محتاجين نزود تاني، هنزود دلوقتي لحد ما نحس ان اللون مشبع تماما زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي نضيف نقطتين اسود، يا دوبك نقطتين، مش هنزود. اللون بيتحول معانا، اصبح اللون كموني. بنحاول بقى كل ما بنوصل لدرجة لون معينة بنجربها الاول على القطعة اللي قدامنا، هل احنا مرتاحين للون ده ولا محتاجين نغمق شوية ولا نفتح ولا نزود، على حسب الراحة النفسية. يعني اشتغلوا زي ما انتوا شايفين، يعني فاهميني ازاي؟ مش لازم نشوفوا، يعني احنا زودنا دلوقتي لون اخضر دخلنا في حاجة تاني بقى، اللون الزيتوني اللي هو التحفة تحفة تحفة بجد، بسميه لون ملكي كده. يعني مش لازم تشوفوا مثلا قطعة انا عملتها بدرجة اللون ده فانتوا لازم تطبقوها، لا، حسب اللون اللي انتوا عايزينه، انتوا مرتاحين، نفسيتكم مرتاحة لإيه، وكمان الديكور او لون الحيطة اللي عندكم هيبقى لايق عليه ايه. هنا ضفت سنة اورنج، مش عارفة ليه بصراحة، بس حسيت يعني برضو ايه ان هي محتاجة اورنج، مش عارفة ليه. المهم ان انا زودته، يعني ادى درجة افتح سنة بسيطة، وقلت بس بلاش بقى عشان ما اخرفش اكتر من كده وبوظ الالوان واقول يا ريتني ما كنت عملت. المهم ان انا كنت راضيه جدا عن اللون ده، حبيته قوي، ابتديت اشتغل بيه. المهم ان انا حاولت انفض بالفوطه كويس تاني للمره التانيه لو في اي شوائب او اي حاجه عشان ما تضايقنيش وانا بدهن. بعد ما نضفتها ببتدي بقى ادهن كل حته. متخيلين الشكل الوحش ده؟ يعني هتشوفوا في الاخر هيبقى عامله ازاي، هتنبهروا بشكله ان شاء الله باذن الله. يعني مش عايزه ارغي كتير، مش عايزه ارغي كتير، انا ساكته شويه. بصوا انا بدهن كل حاجه، ما سيبش اي حاجه خالص. كده خلصت، احنا بنديها وشين، يعني طبقتين، بنستنى لما دي تنشف وبعد كده بنبتدي نديها وش تاني عشان يبقى القطعة عندي، قطعة الخشب مشبعة باللون. هي الاولانية شربت جزء منه كبير، الجزء التاني بقى هيغطي. الاولاني لو تلاحظوا احنا عملناه بفرشة، انما التاني هنعمله بايه بقى؟ بسبونشة. السبونشة الفرشة بتلاقوها بتسيب علامة كده، خطوط، انما الاسبونشة بقى خلاص هتدي تكنيك كده وتأثير، يعني حلوة الافكت بتاعه، شايفين عامل ازاي؟ في نفس الوقت هتشبع كل جزء مفتوح او مفرغ من قطعة الخشب عندي. شايفين شكل الخشب عامل ازاي بعد ما كان الاول مفتوح وشكل وحش قوي؟ انا فرحانة بجد بالشكل النهائي بتاعه. انا طبعا قعدت اجرب الوانات كتير قوي بس مرضيش اجيب لكم يعني التفاصيل، حسيتها انها بزياده وانتوا هتزهقوا. عندنا اللون، هتشوفوا كنت مجربه اللون البني هناك الاول، تعتيق بالبني، بس ما حسيتهاش قوي فقلت الاسود احسن. اللي بيميز التعتيق الروسي عن غيره ان هو دايما بيكون حاجات غامقه، في حاجات غوامق كتير.
انا طبعا عتقت هنا بالاسود وحطيت له سنة بني بسيط قوي. ليه انا بعمل كده؟ تحسوا ان الحاجات كأنها قديمة قوي او ليها ظل او حاجة متعتقة بقالها سنين، يعني عارفين انتوا الحاجة اللي بتبقى بقالها كتير كده حواليها تغيرات الطقس والعوامل الجوية والحاجات دي. بصوا الشكل بعد ما خلص بقى شكله عامل ازاي، لوحة فنية الله عليا. لسه برضو في حاجة تاني، بصوا الحاجات البارزة بمسحها برضو. احنا بنعمل الحاجات اللي هي ايه داخلة لجوه بس. طبعا القطعتين اللي هو المكتوب بالانجليزي من ناحيتين دول انا زودتهم لاني بعد ما دهنتها حسيت ان حاجة ناقصاها. بصوا بقى بدي تاتشات كده. اللوحة اللي عندي او اي شكل انا بعمله مش اقل من 3 الوان لازم تكون محطوطة فيه عشان تدي روح كده ومنظر للشكل بتاعنا او الانتيكة، القطعة الانتيكة اللي احنا بنشتغلها. حطيت انا تاتشات اصفر اللي هو الاصفر الفاتح، اصفر كناري مش الاصفر الاوكر اللي انا كنت شغالة بيه الاولاني، لا ده الفاتح. وابتديت ادي بقى ايه تاتشات خفيفة كده على الكلام البارز اللي معانا ده والجناح والحاجات دي كده. انا اسفة والله، بحاول اصور لكم في النهار بس كل شوية بيحصل ظروف وبضطر اصور بالليل برضو. بصوا بقى انا بموت اللون، يعني هنا مش بملاها، لا انا بعد ما بملاها ام مموت اللون كده في اي حتة فاضية عندي، كيس او اي حاجة، وتبقى الفرشة يعني يا دوبك شم ريحة بس كده ايه لمسة اللون. انا اسفة 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 اسفة، خدت برد. بدأت بقى ايه، يعني حسيت برضو كده ايه ممكن اجرب مثلا احط سنة اصفر احمر قصدي، يعني انت برضو منظر شوية. انا كنت عمالة يعني احاول اجرب معاكم، يعني مش مع اني من بدري قوي عمالة افكر يا ربي اختار لون ايه اختار لون ايه، لان انا كنت عاملة قطعة قبلها زيها كده بس مش نفس الشكل، وكان لون البيج او البني حاجة كده عاملة زي اللي هي الأحجار بتاعة الفراعنة، بس للأسف ما كنتش مصورها فيديو، يعني ما كنتش بفكر. أنا عملت حاجات كتير جدا بس ما كنتش أفكر أصورها يعني، ولما لقيت ناس كتير كنت بنزلها على الصفحة عندي على الفيسبوك بدأت لقيت ناس بتقولي يعني ايه رأيك ما تصوري لنا وفيدينا برضو، عايزين نعرف انتي بتشتغلي ازاي وبتعملي ايه عشان نتعلم منك، مع ان انا ولا حاجة يعني. بس يعني هو بحاول، يعني بنحاول كلنا بنحاول. احسن حاجة ان احلى احساس في الدنيا بجد ان واحد يكون مثلا متضايق او مخنوق او كده يبتدي يمسك قطعة قديمة ملهاش اي منظر عنده ولا اي شكل ويبتدي يخلي يغير من شكلها كده، بجد تبقى فرحة بتنسي الواحد اي حاجة في الدنيا، اقسم بالله بيبقى مبسوط قوي من النتيجة النهائية دي، بتخليه فرحان لسنتين قدام، بالذات تجديد الحاجات القديمة دي انا بعشقها قوي يعني. معلش اسفة ان انا احط رغي معاكم، شايفين ايديا اتبهدلت جامد كمان، ده انا كنت غسلها. دي بودرة اسمها بودرة بودرة ذهبي، تجاب من عند الموان برضو. بحب اشتغل بصباعي يعني بصراحة، بحس اني لما بلمس الالوان كده بتبقى احلى كتير. مش عارفة ايه اللي جاب الكحة كده في هنا سكر طبعا، عايزة تحشر نفسها في اي حاجة وعايزة تبوظ لي كل حاجة بعملها. بعد ما خلصت علقتها جنب الباب الشقة عندي كده في المدخل، يعني كده لسه بقى انا يعني علقتها لكم عشان اوريكم شكلها، لسه بقى اظبط حاجات فوقيها وادلعها وكده يعني، بس انا قلت احط اي حاجة فوقيها وخلاص عشان تدي منظر كده وشكل.
بصوا الشكل بتاعها بقى عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان انا زودت لها حاجه كمان، يعني انا كل شويه بقى ايه، هي في وش المطبخ تعتبر برضو، فانا رايحه جايه عماله ابص عليها، عماله ابص عليها، يا ربي ناقصها ايه ناقصها ايه. قلت بس هو اللون الاورنج هو اللي هينطقها اكتر، وفعلا يعني قد حدث. بصوا اديتها تاتشات خفيفه قوي في الاورنج، خفيفه قوي. مش عارفه هي الصوره كمان يعني مبينه عندكم ان هي باينه جامد، بس لا هي باينه بانتظام وبجمال وبشياكه. انا عايزه انام وهي في حضني والله. بس حلوه يعني اللي داخل واللي خارج كده، او انا مثلا في المطبخ واجي خارجه منه وابص الاقيها في وشي كده، يعني شكلها حلو. انا بس فرحانه بيها بقى وانا راجعه من بره كده، فقلت لبنتي تصورني كده، يلا يا ندى صوريني، يا رب يكون عجبكم. وبعتذر الرغي كتير بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستنية رأيكم.